بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد وصلت إلينا اليوم الأحد الموافق 6/3/2022 ثلاثة أطنان من لحوم سقوقي الإطعام، والتي تتم تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويتم تسليمها إلى وزارة التضامن عن طريق المحافظة وتحت إشراف معالي الوزير محافظ الفيوم، وبذلك يكون إجمال ما تم وصوله إلى محافظة الفيوم من لحوم سقوق الأطعام 9 أطنان. جعل الله مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.